النبي دانيال عليه السلام آخر الأنبياء دفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي دعا لنفسه بأن تدفنه أمة محمد، النبي الذي حرسته الأسود صبيا في المهد وحرسته كهلا من بطش الملك البابلي، النبي الذي احتار الناس في مكان دفنه بين قائل بدفنه في بلاد فارس وقائل بدفنه في بلاد السوس الأقصى بالمغرب. اختلف الناس أيما اختلاف في دانيال عليه السلام، فهناك من شكك حتى في نبوته وقال بعدم وجود دليل على نبوته، لكن في بعض الأثر ورد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر دانيال، كما أن في التراث اليهودي دانيال عليه السلام هو أحد الأنبياء الأربعة الكبار، وقصته في السبي البابلي معروفة ومشهورة. فمعروف بأن الملك البابلي بوخنصر سبى بني إسرائيل، وكان من بينهم النبي دانيال عليه السلام الذي أولاه بوخنصر مهمات مختلفة رغم اختلافاتهما. وسيرة النبي دانيال عليه السلام رافقها الغموض من المهد إلى اللحد، فيروى بأنه عليه السلام لما كان في بطن أمه أخطر الملك الذي كان في عصره بأنه سيولد صبي سينغص عليه أيامه، لذا قرر الملك كما فعل فرعون موسى أن يقتل كل صبي يولد في ذلك العام، لكن لأن الله تعالى حفظ دانيال عليه السلام الجند الذين كلفوا بقتله إنما أخذوه للغابة ووضعوا هناك كي تأكله السباع، فلما علمت أمه بمصيره ذهبت إلى الغابة لتتفقد حال رضيعها، فوجدت معجزة من المعجزات، أسدا ولبؤة يحرسان الصبي الصغير، كما أنه عليه السلام لما كاد له أهل بابل ووقعوا بينه وبين الملك بوخنصر قرر الملك أن يجعله طعاما للأسود، لكن هنا أيضا تحدث معجزة، فوجد دانيال عليه السلام محميا بالأسود التي سلطت عليه. ويحكى بأنه عليه السلام اتخذ خاتما فيه رجل أو قيل صبي يحرسه أسداء. ولننتقل من عصر بني إسرائيل إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فلما فتح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلاد تستر وجد هناك قبرا مشكوكا في أمره. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دينار حدثنا أبو العالية لما افتتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت ما كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما تغير منه شيء؟ قال إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. فحاصل الأمر أن الصحابة وجدوا قبره هناك وأمروا بأن يخفوها عن الناس كي لا يعبد من دون الله. وفي بلاد المغرب السوس الأقصى في الروايات الشفهية بأن قبر دانيال عليه السلام أو قبر سيد دانيال كما يسمونه موجود بمدينة آسفي، ويقولون بأن بني إسرائيل لما فروا من الشرق أحضروا معهم تابوته ودفنوه هناك، ويتبرك به الناس هناك أيضا كما كان يفعل أهل تستر. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة وباقتراحاتكم في التعاليق ومشاركة ما أعجبكم من محتوى هذه القناة مع أصدقائكم. دمتم سالمين.